السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي الترحيب بمعالي الشيوخ والوزراء والقياديين ممن يحملون على عاتقهم السعي الدائم لتحقيق أعلى الطموحات لأوطاننا الخليجية والعربية والعالمية. نبدأ بكلمة معالي وزير المالية السيد براك علي الشيطان، وتقدمها سعادة الأخت أسيل سليمان البنيفي وكيلة وزارة المالية بالوكالة، فلتفضل. يسعدني أن أرحب بكم جميعاً وأحييكم أطيب تحية، كما يسرني أن أنقل لكم تحيات معالي وزير المالية السيد براك الشيطان وزير المالية الكويتي، متمنياً لهذا الجمع التوفيق والنجاح، كما أرحب بالضيوف الخليجية والإقليمية والعالمية الكرام. أجمل ترحيب في بداية أعمال المؤتمر الافتراضي العالمي لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والإبداع، والذي يهدف إلى تمكين مناخ الابتكار والإبداع وريادة الأعمال عبر التطوير المؤسسي وخلق بيئة ابتكارية وإبداعية، وكذلك تفعيل دور المجتمع بأنشطة الابتكار وريادة الأعمال. يمر العالم بتحديات إقليمية ودولية كبيرة ومتزايدة من النواحي الاقتصادية والصحية والاجتماعية من جراء جائحة كورونا، وأصبحت مخرجات برامج الابتكار وريادة الأعمال ذات أهمية إيجابية كبيرة من خلال استخدام التقنيات الجديدة وتسريع الابتكارات الطبية والتكنولوجية والرقمنة والعمل عن بعد على جميع المستويات. تكمن أهمية تطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال في خلق فرص العمل وقطاعات التكنولوجية الجديدة وزيادة الإنتاجية وعدد الاختراعات وحقوق الملكية الفكرية، وأيضاً زيادة عدد مراكز الابتكار وريادة الأعمال والموهبة وتفعيل المسرعات والأعمال ذات الكفاءة العالية التي تعجل الربح والنمو، كما تعجل عملية تأسيس الشركات الناشئة وتعزز التنويع الاقتصادي عن طريق خلق تنمية مستدامة شاملة ذكية. يعد عقد هذا المؤتمر العالمي فرصة لتواصل العالم والخليج والدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والرؤى المستقبلية في مجال تطوير ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص. وإني لأدعو الله تعالى أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه والنجاح والتقدم لجميع الجهود الخليجية والعالمية والإقليمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.